عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور حلقه جديده من برنامج ستوري اوف اناليسز او حكايات في التحاليل الطبيه. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا جدا جدا. شرحنا البامفلت بالتفصيل وشرحنا الاساسيات اللي هنشتغل عليها في قلب معمل الكيمياء. لقينا سؤال شهير جدا الناس بتساله، هو التنصيص صح؟ وهو مين ادق، التنصيص ولا التخفيف؟ احنا النهاردة هنحل المشكلة بتاعتنا بكلام علمي من الالف للياء. اولا، هو انا ليه بنصص ويعني ايه كلمة تنصيص؟ ثانيا، هو انا ليه بخفف ويعني ايه تخفيف؟ تمام. طيب، هو ينفع نصص في تحاليل الكالوريمتريك وهو ينفع نصص في تحاليل الكاينتيك؟ كل دي اسئلة موجودة دلوقتي في دماغنا، ركز معايا عشان هنجاوب عن كل الاسئلة دي بالتفصيل الممل. كلمة تنصيص، يعني ايه كلمة تنصيص؟ بكل بساطة، انا الكيتس عندي جايبالي بامفلت، البامفلت دي بتقول لي اشتغل 1 2 3، يعني اشتغل من دي 1 ملي على 10 مايكرون. نتفق اتفاق قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ان اي طريقة تخالف البامفلت فهي طريقة غير صحيحة او غير منضبطة، وفي الاخر هتطلع لي نتائج مختلفة. بالفلاحي امشي زي البامفلت ما بتقول وما تخالفهاش نهائي. تمام، تعالوا بقى نشوف الموضوع بالتفصيل. يعني ايه كلمة تنصيص؟ قال لك يعني انصص الكميات، انصص السيروم وانصص الريجنت. يعني هو قال لي 1 ملي على 10 مايكرون، اخليهم انا 0.5 ملي على 5 مايكرون. طب ويعني ايه كلمة تخفيف؟ قال لك دلوقتي انت بتستخدم ديستال دووتر او سلاين في التخفيف. تمام، بتاخد منه كمية معينة وبتحط عليها نفس الكمية من السيروم، وبعد كده اللي بيطلع بتضربه في الديليوشن فاكتور بتاعك او معامل التخفيف. امتى نصص؟ هتلاقي الناس يقولك اصل كمية السيروم ما كفتش اشتغل التحاليل دي، فانا باخد كميات صغيرة، انا كده بنصص العينة. ناس تانية هتقولك لا، ده انا عاوز اوفر في المحلول، المحلول بتاعي سعره غالي وانا عاوز اوفر فيه. كل دي مبررات ليس لها اي اهمية وليس لها يعني ايه، ملهاش مبرر اللي انت تشتغل بيها اصلا. طب امتى اخفف؟ قالك انا بخفف لو عديت حاجة اسمها اللينيارتي. تمام، واحنا شرحناه بالتفصيل طبعا وهتلاقيه موجود في البامفلت. تاني حاجة، لو حصل عندي عكارة بسبب اي حاجة زي اللايبيميك، العينة فيها دهون كتير، فده هيأثر لي على التحليل بتاعي فلازم اعمل تخفيف. طيب الحالة الاخيرة، قالك لو العينة بتاعتك ما كفتش ممكن تعمل تخفيف. تمام كده. طيب انا بخفف ازاي؟ بكل بساطة المادة المستخدمة في التخفيف. هتلاقي ناس كتير تسألك استخدم سلاين ولا ديستال دووتر؟ ما تتعبش نفسك، روح بص في البامفلت هتلاقيها مطلع لك يا سلاين يا ديستال دووتر، اللي هي كتباه امشي عليه. طب لو هي مش كاتبه لا سلاين ولا ديستال دووتر، يبقى لو استخدمت سلاين صح ولو استخدمت الديستال دووتر صح. اخفف ازاي؟ بكل بساطه هتعمل ايه بقى؟ هتجيب انبوبه فاضيه وتحط فيها 1 لـ1 او 1 لـ2 او 1 لـ3 او 1 لـ4 وهكذا، او 1 لـ5 او 1 لـ6 زي ما انت عاوز، والمجموع بتاعهم ده اسمه الديليوشن فاكتور. واحد ايه الواحد ايه؟ قال لك هتحط 1 سيروم دايما. تمام، قدامه 1 ايه؟ قال لك قدامه 1 من السلاين، يعني 100 مايكرون سيروم على 100 مايكرون من السلاين. تمام كده، او 200 مايكرون من السلاين على 100 مايكرون من السيروم، او 300 مايكرون من السلاين على 100 مايكرون من السيروم. يعني ال 100 سيروم ثابته او ال 50 سيروم ثابته او ال 25 سيروم ثابته، وكميه الديستال دووتر او السلاين هي المتغيره، ومجموعهم ده اسمه الديليوشن فاكتور. يعني لو خدت 100 سلاين على 100 سيروم الناتج اللي هيطلع هتضربه في 2، ولو خدت 100 سيروم على 200 سلاين الناتج اللي هيطلع هتضربه في 3، وهكذا. بعد ما عملت الأنبوبة دي بتشتغل منها عادي جدا، بتاخد منها العشر مايكون بتوعك والناتج اللي يطلع تضربه في الديليوشن فاكتور. تمام، يلا نروح للجزء الثاني في حلقتنا. أنا عندي نوعين من التحاليل بشتغلهم في معمل الكيمياء، النوع الأول وهو كالوريمتريك، النوع الثاني هو كاينيتيك. تمام، أشهر أمثلة التحاليل الكالوريمتريك هو الجلوكوز واليوريك أسيد، الترايجلسرايد، الكوليسترول، الألبيومين، اليوريا. تمام، التحليل اللي بتلون في الآخر. أشهر أمثلة للتحاليل اللي بشتغلها كاينيتيك هو الليفر انزيم الـ ALT والـ AST. ينفع أنصص في الكالوريمتريك؟ اتفقنا إن أي طريقة تخالف البامفلت فهي غلط. طب ينفع أنصص في الكاينيتيك؟ الكاينيتيك فيه شوية حاجات عاوزك تعرفهم الأول قبل ما أجاوبك عليهم.
انت الاول كده بتيجي تقرا البامفلت يقول لك لو سمحت حضر لي الوركينج سوليوشن بتاعك اللي هو المحلول اللي هتشتغل منه. احضره ازاي يا فندم؟ هتلاقي عندك مثلا علبتين، لو جينا اتكلمنا عن وظائف الكبد مثلا هتلاقي عندك علبتين، علبه مثلا مكتوب عليها R1 وعلبه مكتوب عليها R2. هيقول لك بعد اذنك حضر لي من العلبتين دول الوركينج سوليوشن. ازاي يا فندم؟ هيقول لك مثلا استخدم 4 مللي من R1 على 1 مللي من R2. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الوركينج سوليوشن. يبقى النسبة عندي 4:1، يعني انا لو خدت 400 على 100 تمام، هي بالظبط 800 على 200 تمام. طيب كده انا حضرت الوركينج سوليوشن. هبص على الشق الثاني في البامفلت هيقول لك ايه؟ هيقول لك بعد ما تحضر الوركينج سوليوشن دوت خد لي 1 مللي او خد لي نص مللي على قد ايه؟ على 50 مايكرون او 100 مايكرون من السيروم. يبقى احنا كده ماشيين خطوه بخطوه. يبقى انت لو كتب لك 1 مللي من الوركينج سوليوشن على 100 مايكرون من السيروم، طب انت عاوز تعملها 500، تبقى 500 من الوركينج سوليوشن على 50 مايكرون من السيروم تمام. ما انت كده بتقول التنصيص اهو، احنا قلنا بقى في نسب هنا، في نسبه وتناسب تمام كده. التانيه كان مديك ارقام ثابته. طيب بعد كده تشتغل. طيب في نقطة مهمة لازم تخلي بالك منها، ايه هي؟ قالك الفاكتور. الفاكتور بتاع مين؟ بتاع الكاينتيك. ده مهم جدا. انا عندي اشهر 2 فاكتور بشتغل عليهم، يا اما 4 تلاتات يا اما 1746 تمام كده. طيب جم منين؟ تعال نشوف جم منين. بس قبل ما نقول جم منين هقولك نقطة بقى مهمة جدا. في ناس تيجي تقولك العينة ما كفتش، هي البامفلت قالت لك اشتغل 1 مللي على 100 مايكرون، طب العينه عندي ما جابتش 100 مايكرون من السيروم، اعمل ايه؟ يقول لك بص هقول لك حاجه حلوه جدا، ايه هي؟ خد 20 مايكرون من السيروم، ما تاخدش 100 مايكرون، والناتج اللي يطلع اضربه في كام؟ اضربه في 5، او خد 25 مايكرون من السيروم والناتج اللي يطلع اضربه في 4. الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده ليس له اساس من الصحه. ليه؟ تعالوا نروح على السبوره ونشوف هو ليه ملوش اساس من الصحه. اولا بص يا سيدي، انا في الكاينتيك دايما هيقول لك ايه؟ نسبه للتحضير، زي ما قلنا مثال على وظائف الكبد، 400 ل 100 او 800 ل 200 اللي هي 4:1. وبعد كده يقول لك استخدم سيروم 50 او 100، وقلنا ان اشهر فاكتورين عندي 1746 او 4 تلاتات. اتحددوا على ايه؟ بناء على طريقه الشغل ومن المعادله اللي انا هقولها لك دلوقتي تمام كده. يعني لو قال لي 1 مللي من الوركينج سوليوشن على 100 سيروم، هي بالظبط 500 مايكرون من الوركينج سوليوشن على كام؟ على 50 سيروم تمام. هي بالظبط كده. ولو قال لك استخدم 1 مللي على 50 مايكرون، هي بالظبط 500 على 25 تمام كده. طيب الفاكتور اللي هو ال 1746 او ال 4 تلاتات جه منين؟ بص يا سيدي، انا عندي معادله. المعادله بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان الفاكتور بيساوي التي في في 1000 على الاي ناد اتش في اس في في البلاي البي تمام كده. تعالوا نفسر المعادله، احنا شرحناها بالتفصيل قبل كده. قلنا التي في اللي هو التوتال فوليوم، 1000 ده رقم ثابت عندي، الاي ان اي دي اتش دوت ثابت برضه 6.3، الاس هو السامبل فوليوم كميه السيروم اللي انا هستخدمها، البي هو الفلو سيل اللي هو الواحد سنتي تمام كده. طيب حلو الكلام. بص بقى انا هثبت لك دلوقتي ان 400 على 100 هم بالظبط 800 على 200، بس السيروم ثابت اللي هم ايه اللي موجود عندي في البامفلت، مش هغير السيروم تمام. انا هقول المثال الاول. المثال لو انا هشتغل 1 مللي من المحلول على 100 من السيروم، ركز معايا، الفاكتور هيساوي ايه؟ 1 مللي زائد 1/10 اللي هم 100 مايكرون من السيروم في 1000 على 6.3، رجع بقى للمعادله، في 1/10 اللي هم 100 مايكرون من السيروم في 1، يبقى الفاكتور هيطلع عندي كام بعد ما اطبق المعادله؟ 1746. طب لو انا هنا نصصت الكميات، يعني انا خدت 500 على 50، تعال نطبق المعادله ونشوف الفاكتور هيتغير ولا هيفضل ثابت تمام. الفاكتور هيساوي نص مللي اللي هم 500 مايكرون تمام كده، زائد 5/100 اللي هم 50 مايكرون سيروم في 1000 على تمام 6.3 في 5/100 اللي هم 50 مايكرون سيروم في 1، هتلاقي برضه الفاكتور طلع كام؟
واحد سبعة أربعة ستة اللي هو 1746. طيب تعال بقى نروح لخينا التاني دوت اللي بيقول لك إيه، خد 100 بدل ما تاخد المية دي خد منها 20 واضرب الناتج في 5. تعال نطبق المعادلة ونشوف هل الفاكتور ثابت ولا اتغير. بص يا سيدي، هو قال لك 1 مللي على 100 مايكون، صاحبنا قال لك 1 مللي على 20 مايكون، تعمل انت ايه بكل بساطه؟ تطبق المعادله ونشوف كلامه صح ولا غلط. طبعا احنا قلنا المعادله الفاكتور بيساوي التي في الفي تي في في الف على الاي ناد اتش في الاس في في البي طبعا، وده شارحينه بالتفصيل. طيب يبقى انا هستخدم 1 مللي وهو قال لي 20 مايكون اللي هم 2 من 100 هضربها في 1000 تمام، على اقسم 6.3 في ال 20 مايكون اللي هم 2 من 100 في 1، هتبص تلاقي الفاكتور بتاعك طلع كام في الاخر؟ 8095. يبقى بعد ما كان الفاكتور 1746 بقى 8095. يبقى انت عشان تشتغل بالطريقه دي لازم تعمل ايه؟ بكل بساطه لازم تروح تعمل برمجه جديده من اول وجديد على الجهاز. خلاصه الفيديو بتاع النهارده، التنصيص ليس له اي سبب، التنصيص غلط ما دام بيخالف البامفلت، ينفع نصص في الكاينتيك طبعا ولكن مع مراعاه ان انا احافظ على الفاكتور وما بوظش اي ارقام في السيرم واشتغل زي البامفلت ما بتقول. النصيحه الاخيره ليك، خفف وبلاش تنصص. اتمنى الحلقه تعجبكم، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب. اشوفكم على خير في حلقه جديده ان شاء الله. باي.